ساهل، ما تخافوش من الكسكسو. الماء هذا كرش العافيه ديال البصله، نطيب البصله. وهنايا راه التفوره الاولى صافي، ها هي طلعات تقريبا، خدات ليا 20 دقيقه. السلام عليكم المشاهدين، داخل الوطن وخارج الوطن، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد. شكرا للناس اللي كيساندوني وكيدعموني، كنقول لكم الله يخلي لكم صحتكم ويطول في عمركم. اليوم غادي ندير معكم كسكسو بالمساخن، طريقه سهله وبسيطه وكيجي زوين. بالنسبه للكسكسو راه عندي في القناه ديالي، تقدروا ترجعوا للقناه وتفرجوا فيها، ولكن اليوم غنديروا معكم ان شاء الله بحول الله، وغادي ندير كميه كبيره، يعني غادي ندير 2 كيلو، ماشي كبيره كبيره ولكن 2 كيلو ديال السميده، وغنطيبهم فوق الكانون. ايوا بقاو معايا، نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى الكسكسو يعجبكم بالمسخن كيف العاده. يلا معايا نوريكم المقادير اللي غادي نستعمل في هذا الكسكسو. هنا عندي فروج فيه 2 كيلو ونص، ونص فروج هذا اللي نحنا هنا، وهذا الناس هادشي اللي كاين. هنا عندي المسخن، راني شريتو طحنتو، الكركم، البزار، سكينجبير، الملحه، ومعلقه ديال السمن، والزيت الزيتون. بالنسبه للفروج راه عطرتو البارح بالليل وخليتو في الثلاجه، يعني ما غاديش نكثر العطريه بزاف. نتوما اللي ما عطرتوش يمكن خاصكم تضاعفوا هاد العطريه اللي عطيتكم دابا. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غنديرو معلقه ديال المسخن، راه درت فيه المسخن البارح، غير معلقه ديال المسخن هنا، غير شويه ماشي بزاف. السمن، زيت الزيتون، والعطريه ديالتي. يمكن لكم ديروا ضامه الزعفران، انا ما درتهاش، انتم ممكن لكم ديروها. هنا الماء، نخلط هادشي مزيان. غنديروا الفروج، الدجاج ديالي راه تشحر مزيان. دابا غادي ندير عليه 4 ديال الثومه، شوهم، والحلبه في كموسه، وغادي ندير الماء. راني غطيته بالماء، نخلوه يطيب على خاطرو. اللي كان عندكم القديد يمكن لكم ديروا القديد، انا ما عنديش وما متوفرش عندي. صافي دابا غنمشي نصوب السميده، وبقاو معايا حبايبي. راني ديما هنا درت السميده، قسمتها على 3 المرات، ودرت معاها الماء، شوية الماء، وعاد كندير المسخن وشوية الملحة، وكنقادهم باليدية، عاد كندير زيت العود هو الأخر. شو كيفاش ولا شهوة منه. البربان ديالتي راه كطيب، غنزيد عليها العافية ونصوب معكم البصلة مع السلاتاية تفاية، وانتم معايا. الكويرة الأولى كسكس،
الكسكاس راه ندهنته بالزيت باش ما يلصقش ليا داك السميده. هذا زعفران حر غنديرو في الماء صافي ونخليه. هذا كنشعل العافيه ديال البصله، نطيب البصله وهنايا راه التفوره الاولى صافي ها هي طلعات تقريبا خدات ليا 20 دقيقه. بالنسبه للبصله كيفاش قطعتها باش تعرفوا، ضامنت زعفران، القرفه بجوج معالق كبار، الكركم معلقه كبيره، البزار معلقه كبيره، الملح معلقه كبيره، والسكينجبير معلقه كبيره. بالنسبه لهادو راه اختياريين، انا ما كنبغيش نديرهم، خاصني ندير زعفران الحر، نديرهم هما الاولين وندير العطريه كامله. هنا عندي الزبيب، وعندي كاس ديال الزيت عاديه، وعندي السكر سنيده غندير النص ونخلي النص يتقرب تعسل ليا صافي، وغادي نخلط هادشي كامل. دابا راه غنحيد الفروج احبابي حيت صافي طاب، وغادي نحيد الثوم، وغادي حتى هاد الماء هذا غادي نحيدو، غادي صافي وغندير غير ماء عادي ونفور فيه باش يبقى لي هاد الماء هذا زوين. شو ها هو الفروجه، ها انتم نحيد هاد نص فروج هو، وغادي نحيد الثومه، هاي الثومه شو نحيد حتى هي السبايه ديالتي راه طاد دابا شو هذا راه حيدت ليه، راه حيدت هذاك الشيء اللي كان فيه ودرت الماء. دابا راه درت النص وخليت النص حتى تبان لي طلعات الفوره، ونزيد نص الثاني، نزيد شويه السكر دابا باش تعسل. التويره الثانيه هي هذه، بقات لي غير الثالثه ونسالي. دابا غندير غير شويه الماء راه حيت راه درت ليه الماء في الاول، غير شويه. شوف داك الزعفران اللي درت ليه راه كيجي واعر، اللون ديالو صفر ومسخنه، نزيدو غير هاد شويه ماشي كامله صافي، نزيدو هاد شويه صافي بارك، نخليه يبرد. شوف كيفاش جا، هانتوما احباب راني قسمتو على جوج قصريات. دابا شنو غادي ندير، غندير ليه شويه البزار، هنا شويه البزار وهنا شويه البزار، غير شويه شويه ومليحه مليحه حيت ما قويتش الملحه في الاول. والزيت، زيت الزيتون، انا غنزيد الزيت خصو ضروري زيت العود، حيت زيت العود هذا ماشي زيت الاخر صافي. ونخلط هادشي مزيان وغادي نديرو يفور. هادي هي التويره الاخرى اللي بقات لي صافي، وهنا حتى هو غادي نصوبو. راه ساهل ما تخافوش من الكسكسو، جا تبارك الله. شوفو صافي نخليه دابا. اما البصله ديالها هي تعسلات، شوف كيفاش ولات، كيفاش ولات
السله صافي بارك عليها. ايوا بقى معايا انا غنديروا في فور التويره الاخرى ونرجع لكم. صافي دابا هي هذه التويره الاخرى. هذا الكسكسو هذا ما كنبردوه لا والو. نديروا ليها بحال هكا هذا. نديروا الفروج الوسط. نديروا الاول الروا. صافي دابا غندير الفروج ديالي. نهبطوه باليدين مزيان. نفكوا عليه شويه. اجي تشوفوا التفايه كيفاش جات. شو دابا غنديروا القرعه ديالتنا. راني عسلتها راه معروفه كتعسلوها غير بالقرفوش شويه السكر. وغادي نشدوا الشريحه. راني درت الفانيد والمسكه وهاد الشيء. وغندير اللوز دابا من الفوق. هاد القصريه ديال واحد المناسبه عائليه. هادشي اللي كان هادشي علاش جات ليها الفانيد. صافي هذا هو الشكل ديالو. هاي الحلبه ديالتها غادي نحطها حتى هي الفوق هنا قاداش بلاصه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. القصريه ديالتنا صافي غنغطيها والوالد غديها للعائله. هادشي اللي كاين احبابي. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ونتمنى هاد القصريه كسكسو بالمساخن يعجبكم. ايوا نخليكم دابا وتهلاو فراسكم وفرجه ممتعه. وضروري من التعاليق راه كنبغيكم بزاف. تهلاو فراسكم.